يظل قطاع الناشئين في الأهلي الرافد الأساسي والرئيسي للفريق الأول لإمداده بالعناصر المميزة التي تؤمن مستقبل أبناء الفانيلة الحمراء، خاصة أن الجماهير تضع أمالها وطموحاتها في الأجيال القادمة لاستمرار أبناء قلعة الجزيرة على منصات التتويج. ويحظى قطاع الناشئين بالأهلي باهتمام خاص من قبل لجنة التخطيط ومحمود الخطيب رئيس النادي لما يضمه من عناصر مميزة عرفت طريقها نحو التألق، سواء في فرقهم بالمراحل السنية أو بعضهم الذي خرج للإعارة لاكتساب خبرات جديدة أو بالتصعيد للمران والمشاركة مع الفريق الأول للكرة. حظي أغلب هؤلاء اللاعبين بدرجات الإشادة وكلمات الثناء، وعلى رأسهم أحمد عبد القادر حمدي ومحمد عبد المنعم وعمار حمدي ومحمد شكري ومحمد فخري وشادي رضوان والعربي بدر وأخيرا مانو ومحمد نصير، بجانب مصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا. قدم لاعبو فرق الشباب والناشئين أنفسهم بصورة تعكس مدى اهتمام لجنة التخطيط ومحمود الخطيب، وباتوا كنزا حقيقيا وعناصر مبشرة لمستقبل الأهلي. في الأشبال هنا بقناة الأهلي نحن الصورة الحقيقية والبوابة والنافذة التي تطل منها تلك المواهب نحو الجماهير الحمراء. اليوم معنا عبد الرحمن مانو ومحمد نصير في الأشبال. أهلا بحضراتكم من جديد، معايا اتنين النهاردة ضيوفي، اتنين من الوجوه المبشرة خامات الجيدة ما شاء الله في فريق شباب النادي الأهلي، عبد الرحمن مانو ومحمد نصير. في البداية نرحب بعبد الرحمن. نور عبد الرحمن. نورك كابتن، فخور ان انا النهاردة مع حضرتك، شرف كبير ليا، حضرتك قامة كبيرة وان شاء الله تكون حلقة كويسة بإذن الله. ان شاء الله، بس شكلك بتتكسف. لا لا لا. محمد نصير، اهلا بك يا كابتن. اهلا بك يا كابتن اسامه، انا سعيد ان انا موجود مع حضرتك النهارده وشرف لي ان انا في قناه النادي الاهلي. مين كابتن الفرقه عندك فيكم؟ مين الاقدم عشان نبتدي بيه؟ هو انا ادم. هو نصير. خلاص نبتدي دايما اتعودت تعلمنا في الاهلي نبدا بالايه؟ طبعا الاقدم يا ابن نصير. قول لي بقى نصير، بدايتك في الاهلي كانت ازاي؟ انا بدات الاول في نادي عندنا اسمه اتحاد بسيون، بعد كده انتقلت الاهلي عن طريق الاختبارات، كان 2009 2010، ساعتها كان عندي تقريبا 10 سنين او 9 سنين. مين اللي اختارك في الاختبارات؟ كان كابتن مشير حنفي، وكان رئيس القطاع كابتن عزيز عبد الشافي. بعدها بقى من اول 2010 لحد دلوقتي وانا موجود في قطاع الناشئين، وبعد كده الفتره الاخيره اتصعدت الفريق الاول. طب قول لي بقى عشان برضو الناس وهي بتسمعنا تعرف مركزك ايه في الملعب. انا بلعب ديفندر 6 و8، والسنه الاخيره دي لعبت 10 تحت المهاجمين. ده مين اللي وظفك في المراكز دي كلها؟ الاول كان كابتن ياسر رجب، بعد كده مع كابتن عمرو لعبني 10، السنه دي تقريبا اتطورت بشكل كبير فيها. لعبت 10 مباريات، احرزت 5 اهداف وعملت 3 جوان. كويس. عبد الرحمن قول لي بقى بدايتك في النادي الاهلي جت ازاي؟ بدايتي في النادي الاهلي كانت عن طريق الاختبارات. دخلت يعني زي نصير اختبارات برضه. مظبوط. خلي بالكوا برضه انا زيكم اشتريت الاستماره ب 200 جنيه على باب النادي الاهلي ودخلت اختبارات برضه. فكانت البدايه ان انا دخلت وكان كابتن عبد العزيز عبد الشافي هو اللي كان متولي المسؤوليه عن الاختبارات وكان هو اللي دخلني النادي. فدخلت، كان كابتن مشير اللي ماسك الفرقه بتاعه 99. قعدت سنه كامله، ممكن كان الموضوع صعب جدا من غير ما تأيد، لحد ما جه كابتن ياسر رجب. كابتن ياسر رجب ايدني ودخلني الفرقه، وظفني في اكتر من مركز، لعبت باك رايت، لعبت سيرد باك، لعبت ديفندر، لحد ما هو كابتن ياسر قرر ان انا العب في حته 6 مدافع، ديفندر مدافع زي ديانج والسوليه. زي ديانج والسوليه. فمن هنا بدا يبقى تطور في الحته دي. بعد كده اكتر مدرب جه، كابتن محمد، كابتن مدحت طه، لحد ما جه كابتن عمرو ووظفني في حته 6 دي بشكل كبير، وبدا بقى من ساعتها بقى الدرجه الاولى والكلام عن ان انا ابقى موجود والمنطقه دي. بس الحمد لله. نصير، مين المدرب اللي ترك فيك بصمه اللي اتعلمت منه في قطاع الناشئين؟ ما شاء الله انت بتقول دلوقتي انت بقالك حوالي 10 سنين في قطاع الناشئين، صح؟ مين طبعا المدرب اللي ترك؟ انا عدى عليا مدربين كتير طبعا، كلهم استفدت منهم. بس ممكن كابتن ياسر رجب عشان قعد معايا 4 سنين. طبعا ده يعني ليه فضل كبير بعد ربنا. وكابتن عمرو انور وكابتن مدحت.
كابتن مدحت يعني كابتن عمرو السنه الاخيره واللي قبلها لعبت معاه يمكن 3 سنين، سنه مع 97 وسنتين مع 99. انت مواليد 99؟ اه بس كنت بلعب مع 97 لما كان هو ماسك فريق 97. بيصعدك معاه؟ اه بيصعدني معاه. فاتطورت معاه بشكل كبير، وحتى هو غير في مركزي ولقيت نتائج كويسه في محصله اخر السنه، بلاقي نفسي غير السنه اللي قبلها من نتائج اهداف او اسيستات او كده، لقيت نفسي طورت معاه بشكل كبير. كابتن مانو نفس الكلام، مين المدرب اللي انت اتعلمت منه في قطاع الناشئين؟ انا طبعا كابتن ياسر رجب برضه هو نفس الفضل الاول، لان هو كابتن ياسر رجب ده هو اللي عملنا الفرقه دي، سواء حمدي سواء عبد المنعم، كل الناس الموجوده على الساحه دي النهارده او الناس بتتكلم عليها بشكل كويس الفضل كله يرجع لكابتن ياسر رجب بصراحه. ما حدش في الناس دي كلها يقدر ينكر فضله. الراجل اللي علمنا كل حاجه من مبادئ النادي الاهلي، لازاي يعني ايه انت بتلعب للنادي الاهلي، يعني انت المفروض تخلص. فكابتن ياسر رجب طبعا، من بعديه مدربين كتير طبعا اتعلمنا منهم وخدنا منهم حاجات كبيره، لكن كابتن عمرو غير في الفرقه دي. كانت الفرقه دي ماشيه بشكل تاني، النهارده كابتن عمرو جه غير كل حاجه، غير الطريقه حتى اللي كنا بنفكر فيها بيها. يعني بصراحه كابتن عمرو وكابتن ياسر ناس بكن لهم كل الفضل والاحترام يعني. ومانو بيتكلم يا نصير عن عبد المنعم وعمار حمدي اللي زمايلكم كانوا فرقه، شاف الاعارات ازاي؟ خاصه ان اللعيبه دي ما شاء الله يعني بتحقق كمان نتائج كويسه واداء رائع مع فرقها بره. انا الفتره الاخيره شفت ان الاعراض فرقت كتير مع اللعيبه، يعني احمد عبد القادر وحمدي وشكري ومحمد عبد المنعم وعمار وفخري، حسيت ان الناس عرفتهم اكتر، خدوا خبرات افضل، ممكن يرجعوا دلوقتي يشاركوا. ده هدف وانت بتتكلم، هدف من اهدافك. ده في الجونه. ده في الجونه. طب ادوا لنا الهدف كده تاني عشان نشوف. اتفضل. فالاعراض طبعا، وشايفين احمد ياسر ريان هداف الدوري، فطبعا الاعراض بتاخد منها خبرات، ترجع النادي الاهلي وانت احتكيت بناس اكبر، بناس معاك في نفس الدوري، بتستفاد. كنت بتلعب مرحله ناشئين، دلوقتي بتلعب مرحله في الدوري الممتاز، فبتستفاد اكتر. ده الهدف ده اللي اتكلم على الفريق الاول، صح؟ الدرجه الاولى. ده في الجونه كان مع الناشئين، ده كان في ماتش الجمهوريه. تلاقيني رحت حتى الكابتن عمرو. من بعدها مين؟ بعدها مانو. كنت مصاب انا في الوقت ده. مصاب ورحت ده كان في السنه دي، في الدوري السنه دي؟ السنه دي. كنت بتعملوا ايه السنه دي يا مانو؟ بعد الغاء بطوله الدوري السنه دي 99، قعدتوا فتره كبيره كابتن خالد بيه، وكل ما كنا بنعمل مداخله فريق 99 مستعد بيتمرن جاهز، الفتره دي كنتوا بتعملوا فيها ايه بقى؟ يعني وانتوا هل في مباراه؟ ما فيش مباراه؟ الفترة دي كان في طبعا مجموعة كانت مع الدرجة الأولى، كنا بنتمرن، كان في 6 من الفرقة بنتمرن، لكن الفرقة بشكل عام كان في تمرينات، كنا شغالين على أساس إن احنا كان في ميعاد للماتش محدد، إن احنا خلاص أنت مجهز نفسك إنك عندك ماتش، مجهز نفسك بكل حاجة. حتى احنا أسبوع الماتش ده قعدنا مع بعض كفرقة ولمينا بعض، لأن احنا عايزين البطولة، النادي الأهلي اتعلمنا إن البطولة البطولة رقم واحد. فكان ده الهدف الرئيسي، وكنا بنتمرن على اساس ان احنا مستعدين لحد ما تم الالغاء او تم اللي حصل ده. يعني كنتوا نفسكم تلعبوا المباراه النهائيه دي؟ طبعا طبعا، اي حد في النادي الاهلي لازم تثبت جداره، يعني لازم انت تقول لا انا استحق، لا انا البطل. فالبطل كانت هتقول بالماتش، الماتش ده كان يحدد، زي ما انت كسبته الراجل جالك وكسبته، لا انت النهارده عايز تقول له فعلا ان انت البطل، من غير فرق اهداف، من غير كل الضجه اللي حصلت دي. انتوا خدتوا البطوله بتاعت الشباب دي تاني سنه او تالت سنه على التوالي؟ احنا خدناها قبل كده، والسنه اللي فاتت كنا فارقين عدد بنات كبير، 10 بنات تقريبا، وكان فاضل عدد مباريات قليله. جت ازمه كورونا، فحصل ازمه والبطوله ما كملتش، بس احنا كنا فاضل لنا ماتشين تقريبا ونحسم البطوله، كان التاني تقريبا الاسماعيلي، وكان عندنا في ملعبنا، لو كنا كسبنا كان بشكل رسمي البطوله كانت عندنا، وحصل الازمه دي. وجينا السنه دي عشان نعوض ازمه السنه اللي فاتت، حصل ازمه تانيه جديده، مش عارفين، استعدينا الماتش مرتين، وقبل الماتش بيوم، يعني اللي هو هنصحى الصبح نلعب المباراه، قال لك تم التأجيل. طب ليه؟ طب مش عارف ايه. وللأسف كمان اعتبروا في الآخر بطولة 99 بطولة تنشيطية. عايز اكلمكم بقى عن الفترة اللي انتوا اتمرنتوا فيها مع الفريق الأول، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. كنت بسأل الشباب عن الفريق الأول، تصعيدهم بقى وموسيماني والكواليس ومين اللي كان بيساندهم. عبد الرحمن، يعني أول تصعيد ليك مع الفريق الأول كان أول تمرينة بقى، مين اللي بلغك بيها؟ اللي بلغني بيها الاداري كابتن احمد عبد الله. بلغني ان انا بكره موجود مع الدرجه الاولى، ف بس كان الموضوع طبعا مفاجاه. كان الموضوع طبعا مفاجاه،
انك بكره مع الدرجه الاولى، كنا لسه كان عندنا ماتش وراجعين، طب الدنيا، طب هعمل ايه، طب ايه، كان الموضوع. مين اللي استقبلك فوق الفريق الاول؟ بصراحه كل اللعيبه فوق بتحتضنك، يعني انت النادي الاهلي غير اي نادي تاني، يعني انت بتدخل كانك فعلا كنت انت رايح تمرينه مع زمايلك في الفرقه اللي في الناشئين، كان كان مفيش فرق فعلا، كله بيشيل من عليك الرهبه، بيتكلم معاك، بيسلم عليك كانه كان معاك امبارح، ولا كانك جديد، ولا كانه يعني. موسيماني قال لك ايه بقى؟ نصايح موسيماني قال لك ايه لما طلعت في اول تمرينه؟ هو كوتش بيتسو دايما بيتكلم في ان الراجل بيحب الكره السهله، بيحبش حد يجري بالكوره، بيحب يسهل الدنيا، دايما عنده طموحات ان هو اقصر طريق للجون، عنده طموحات ان هو عايز دايما يكسب، دايما بيدور على السهل، الكره السهله، الكره السهله. فكانت كل التعليمات ان انت تسمع الكلام، ان هو اوقات يجي عليك في قلب الملعب يقول لك انت لو جريت بالكوره انا هطلعك بره، يعني كتير عايزك تعمل الفكر اللي هو في دماغك بالظبط، انت تنفذ، انت وسط، انت ترس وسط عجله كلها، لازم انت تنفذ اللي عليك بحيث انك ما تاثرش، ما تحس انك تبان وسط الناس دي، وسط المنظومه. اقول نصير كان اول مدرب موسيماني برضو صعدك ولا طلعت قبل كده؟ لا انا طلعت في 2018 كان مستر كارتيرون. كارتيرون لما كان كان متواجد، وبعد كده طلعت في 2000 مع مستر فايلر، وبعد كده طلعت مع مستر موسيماني. يعني انت مع التلات مدربين؟ طلعت مرنت معاهم التلات. اول واحد بلغني كان كابتن عادل عبد الرحمن لما كان ماسك فريق 97 الفتره الاولى، بلغني كان عندنا ماتش ودي. طبعا ما كنتش مصدق نفسي، اللي هو انا حتى فاكر ردي ساعتها اللي هو قلت له انا، قال لي انت في الدرجه اللي قلت له انا. فطلعت واتمرنت اخر فتره دي كانت مع الفريق الاول، كانت مع مستر موسيماني قبل ماتش مصر للتامين. اتكلم معانا وقال لنا قبل الماتش بيوم، قال لنا انتوا زيكم، انا ما بفرقش، انتوا زيكم زي اللعيبه الكبيره، انزلوا اعملوا نفس الشغل اللي بناخده في التمرين. وحفظنا جمل قبل المباراه كويس، ونزلنا عملناها وربنا كرم يعني. وكمان جبت هدف حلو كمان، جبت جول الهدف معانا، كان فهد عمله لي. فهد عمله لك، وانت كمان استلام حلو وركنتها يعني كل بثقه كده، كل ما تقرب بالجول حط دقه اكتر، بطن رجلك وفي زاويه، شيل الكوره. ايوه شغلت فيها دماغك لغه الكوره. اتعلمتها دي في الناشئين، اللي هو يعني كل ما تقرب من الجول دقه اكتر وشيل الكوره. كابتن ياسر رجب. واحنا بنتكلم كنا بنتكلم من شويه عن الاعارات، قلنا الاعارات زمايلكم اللي في الدوري الداخلي هنا، عمار واحمد حمدي وعبد المنعم وشكري ولاعيبه كبيره، برضو في ثلاث لعيبه اعاره خارجيه خلال الفتره اللي جايه، ميدو حسام وبيسو محمد عبد السلام ومصطفى فوز، ثلاثه برضو يعني هتكون تجربه مهمه. معانا على التليفون دلوقتي واحد من لاعبي النادي الاهلي المعارين الى الدوري التشيكي، محمد احمد بيسو. تحياتي ليك يا محمد. كابتن اسامه، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ قول لي. الحمد لله كله تمام، حضرتك عامل ايه؟ استعدت للسفر ولا ايه؟ قول لي. اهو بقى استعدت اهو دلوقتي. مسافر امتى ان شاء الله؟ المفروض مبدئيا يعني يوم السبت ان شاء الله. ان شاء الله لما يبقى في جديد بقى. انتوا خلاص يا بيسو، انتوا الثلاثه ميدو حسام ومحمد احمد بيسو ومصطفى فوزي، صح كده؟ ان شاء الله. فهد جمعه تعثرت المفاوضات شويه. ايوه بالظبط كده. قول لي بقى، شايف التجربه دي ازاي؟ الاول بس بسلم على زمايلي نصير وعبد الرحمن اشرف. سامعينا بقى. يعني ربنا يكرمكم يا رب، انت اكتر من اخواتي وتستاهلوا كل خير والله يعني. ايوه بيسو، اتفضل يا كابتن. شايف التجربه ازاي يا كابتن بيسو؟ انا شايفها طبعا يعني حاجه جديده على النادي كله، حاجه جديده على مصر كلها. يعني ان النادي الاهلي يطلع يعني لعيبه لاوروبا دي حاجه جديده علينا كلنا. بس انا شايفها يعني سلاح ذو حدين، لان دي مسؤوليه وعبء علينا طبعا، لان النادي كده متوسم فينا خير، وان احنا لازم النادي بيجهزنا بمعنى اصح، لازم نرجع نبقى على قد المسؤوليه، نبقى على الاقل فارقين يعني. نبقى طلعنا بشكل وراجعين بشكل، لان النادي برده ما عملش الموضوع ده على الفاضي، لا هو عامل الموضوع ده عشان يلاقي نتيجه. نتيجه ان احنا نطلع اعاره، نرجع نبقى جاهزين على الاقل، يلاقي لعيبه جاهزه، يلاقي لعيبه فكرها نضب، يلاقي لعيبه مستواها اختلف، اتطورت بقى من الناحيه البدنيه، من الناحيه حتى التفكير نفسه لازم يبقى يكون مختلف. خلي بالكم انتوا اللي هتفتحوا الباب بقى لزمايلكم القادمين في قطاع الناشئين ان شاء الله للخطوه بالضبط. المهمه دي يا بيسو. بالظبط. وبعدين برضه احنا هنبقى ما بنمثلش النادي الاهلي بس، احنا بنمثل مصر زي برضه محمد عبد القادر زميلنا راح هناك، هو برضه اكيد سايب لنا سمعه كويسه، وهناك بقى هو يعني برضه هيسهل علينا الموضوع شويه. اكيد. النادي اسمه زيسكوف صح كده؟ اسمه فيكتوريا زيسكوف.
طيب دلوقتي جمعتوا معلومات عن النادي ولا ايه الاخبار؟ احنا متابعين النادي، وبيبقى ساعات مثلا النادي الفتره اللي فاتت عامل ماتشات وديه، بعت لنا لينك بتاع الماتشات، بنخش نتفرج، بنحاول كل واحد يشوف مكانه بيلعب ايه، يخلي باله مثلا ده يركز على ايه، علشان برضو الفروق دي اللي احنا نلعب عليها، وخصوصا ان احنا برضو هنبقى رايحين يعني هم بادئين بدري شويه عندنا بسبب بقى الفيزا والحاجات دي، فاحنا هنروح نبقى متاخرين عنهم شويه، فبنحاول نجمع معلومات عشان نسهل الدنيا على نفسنا. في تواصل مع الكابتن امير توفيق؟ طبعا احنا يعني كابتن امير كل يوم بيكلمنا، عملتوا ايه، وصلتوا لايه، في حاجه ناقصه اعملها لكم، طب محتاجين حاجه، كل شويه يعني هو بيخلص لنا الحاجه في اسرع وقت ممكن يعني. واحنا بنتمنى لك التوفيق ان شاء الله بيسو، ان شاء الله من الخامات المميزة، وإن شاء الله تنجح في الخطوة دي وترجع تاني مرة أخرى بيتك النادي الأهلي إن شاء الله. هو ده هدفنا الفترة الجاية أنا وزمايلي اللي مسافرين، إن احنا نرجع للنادي الأهلي تاني بشكل مختلف وبشكل يليق بالنادي يعني. إن شاء الله، كل التوفيق للاعبنا محمد أحمد بيسو في الخطوة الاحترافية إن شاء الله في الدوري التشيكي. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مرة تانية. أهلا بحضراتكم من جديد. عبد الرحمن، كنا بنتكلم في الفصل دلوقتي، كنت انت من ضمن اللعيبه اللي موجوده مع النادي الاهلي في البطوله الافريقيه التاسعه، كنت موجود في المعسكر اللي قبل المباراه، احكي لنا بقى يعني ابرز الكواليس اللي حصلت في المعسكر ده. هو ابرز الكواليس طبعا ان كان مثلا كان وقتها كابتن وليد كان مصاب بكورونا، وليد سليمان كابتن وليد كان مصاب بكورونا ودخل على المعسكر قبل الماتش بيومين. كهربا كان نفس الكلام، انضموا. كان ابرز الكواليس بصراحه يعني حاجات انا شفتها وعشتها، مسؤوليه بتاعت اللعيبه كلها بصراحه، سواء ما كانش في فرق مين اللي هيكون موجود. بصراحه كان كله عايز بس ان المكسب، لانه اهم نهائي اظن نرجع 20 سنه ورا، هو ده اهم نهائي بصراحه. اهم مباراه، محمد الشناوي، قفشه، السوليه، الكلام كان اللي بيدور ايه في المعسكر مع اللعيبه كلها. اللعيبه كلها كان وانت قريب في تركيز كابتن الشناوي كان حتى اللي كان بينزل متاخر على الفطار، على الغداء، كان ما بيعديش حاجه. حتى التفاصيل الصغيره دي انا حلوه الصوره دي انت بتتكلم، ارجعوا لنا بيها تاني مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. دي في تتويج الدوري اللي فات. دي كانت في تتويج بطوله الدوري. في التتويج كنا بنتكلم في الكواليس. كان كابتن الشناوي بيتكلم بصراحه. دي الصوره دي كانت مع كابتن سيد. كابتن سيد بصراحه كابتن سيد من الشخصيات اللي بتعاملنا بصراحه كوالد يعني، مش كراجل مسؤول. بيعاملنا بشكل جميل يعني بصراحه، بنستفاد منه يعني. فبكلم حضرتك، ارجع لحضرتك للنهائي والكواليس. كان كابتن الشناوي بيتكلم بصراحه يعني، انت بتشوف واحد لا ده كان الامر يعني مش أكيد بس فيها خبرات كبيره ليكوا دي طبعا، انك تشوف ناس بتتكلم بشكل عام ان هو الماتش ده نكسب وبعد كده مش مهم، مش عايزين نلعب كره تاني يعني. حضرتك موقف والله يعني حاجه مهوله يعني. نصير، عايز اسالك بقى بعد الهدف اللي انت حرزته في مصر التامين، موسيماني قال لك ايه؟ بس اروح برضو التليفون مهم، احد اللاعبين المعارين للدوري التشيكي من ابناء النادي الاهلي مصطفى فوزي، تحياتي ليك يا مصطفى. اهلا وسهلا كابتن حسام حبيبي. معايا زمايلك هنا عبد الرحمن مانو ومحمد نصير، برحبوا بيك حبايبي اخواتي. قول لي الاول، اللي هتسافر امتى ان شاء الله؟ في البدايه بس بحب ارحب بحضرتك يا كابتن. شرف كبير ليا طبعا كنت داخله مع حضرتك على برنامجك اللي دايما عيل ميرا وعلى قناه النادي الاهلي. والنادي الاهلي طبعا ده بيتنا شرف كبير ليا اكون واحد من ضمن اللعيبه كتير وعظماء لعبوا باسم النادي الاهلي، واتمنى نوصل وابقى زيهم باذن الله. ان شاء الله توصل وتحقق كل اهدافك يا مصطفى. حبيبي يا كابتن، برنامج الاشبال كان وش السعد عليك صح؟ اكيد طبعا. قول لي بعد مباراه الجونه اللي احنا زعناها هنا على قناه الاهلي وطلقت فيها واحرزت هدفين، وكانت دي البوابه بعد كده ليك. طبعا يا كابتن، يعني من بعد الماتش ده يعني الحمد لله كل الناس بقت تسمع عني وتتكلم عني، وكل الناس بقى عارفين الحمد لله. وشكرا للكابتن طبعا، وللكابتن احمد بلال، وللكابتن محمد حشيش طبعا كانوا معايا في الاستوديو التحليلي وقتها فعلا. ايوه طبعا. قول لي شايف التجربه ازاي بقى في الاحتراف في الدوري التشيكي، خاصه ده يعني النادي الاهلي اول مره يعملها احتراف خارجي واعارات خارجيه.
اولا يا كابتن انا حابب اشكر النادي الاهلي ان هو ادالي الثقه دي، وان هو يفكر ان هو يعرف ان هو بقى طالع من تحت النادي الاهلي، فبشكره ان شاء الله بعد حسن الظن. والتجربه بالنسبه لك طبعا دي ثقه كبيره جدا، وان انا اتعب واجتهد واشتغل، ومدرسه جديده كابتن طبعا، دوري قوي وشغل تاني، مرحله صعبه ان شاء الله ونبقى ده، وان شاء الله نعمل حاجه السنه دي باذن الله اقدر ارجع بيها النادي الاهلي البيت طبعا في اي وقت، فان شاء الله تبقى تجربه خير عليا باذن الله. ان شاء الله مصطفى تكسر الدنيا كده في التجربه دي، وان شاء الله ترجع بيتك تاني النادي الاهلي حبيبي ان شاء الله. كل التوفيق لمصطفى فوزي. بالمناسبه مصطفى فوزي يعني مركزه مهاجم، من اللاعبين المميزين جدا، وكمان النواحي الجسمانيه ما شاء الله قوي، فان شاء الله يعني بنسبه كبيره جدا الثلاثي اللي طالعين مصطفى فوزي وميدو حسام مدافع ومحمد احمد بيسو ان شاء الله يتالقوا ويبقوا يعني نواه بعد كده الموضوع ده يعني ينتشر في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ويكون فيه اعارات خارجيه. كل التوفيق لابنائنا من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. نصير موسيماني قال لك ايه بعد ما حرزت هدف في مصر التأمين؟ احنا قبلها بيوم كنا بنتمرن، كان مدينا جمل نعملها، ففي كوره انا ما كملتش فيها، جه مسكني من ايدي وفهمني انت المفروض تكمل هنا وكده، ففي الماتش جات لي فكملت مع فهد وجبت الجول. جالي بقى اللي شفت، انا قلت لك ايه انك تتعلم وكده. في الفريق الاول كمان التمرينات بتتصور، فانا بيوزع التمرينات دي على اللعيبه ونتفرج عليها نشوف اخطائنا كويس. نشوف، فانا اتفرجت عليها، اتفرجت عليها خدتها على موبايلي، فاتضح لي ان انا المفروض اكمل هنا، المفروض ده الصح، ده المكان الفاضي. تاني يوم في الماتش سبحان الله هي دخلت فيها، وربنا اكرمني واحرزت الهدف. ما كنتش خايف وانت نازل تلعب المباراه؟ لا لا، هو مدينا ثقه. انت زيك زي اللعيب الكبير، تعامل كويس اكنك موجود في تحت مع زمايلك، وكمان اللعيبه الكبيره ما بتديناش احساس بده، ده هم محتضنيننا وبيكلمونا كويس، سعد سمير، كابتن ايمن اشرف، كابتن شناوي، كلهم بيكلمونا كويس. يعني انا فاكر موقف كنا جايين في اوضه اللبس، كنا قاعدين لقينا الكابتن ايمن اشرف داخل قال لك انتوا اللعيبه تدخلوا الجيم زيكم زي اللعيبه الكبيره قبل التمرين، ويعني خلي بالك ايمن اشرف من يعني ناشئين، هو من قطاع الناشئين النادي الاهلي. طب تريزيجيه لما جالكوا، تريزيجيه برضو واحد يعني من ابناء قطاع الناشئين النادي الاهلي. وانا حضرته كمان في الناشئين. انت حضرت تريزيجيه؟ حضرت، انا بقالي 11 12 سنه فحضرته، فهو سلم عليا قدامه. كان يعني كابتن تريزيجيه حاجه فخر لينا كلنا ان شاء الله، يعني وقائد قدامنا يعني ان شاء الله. طب قول لنا بقى الكواليس والحوارات يا مان ونصير اللي حصلت ما بينكم وما بين تريزيجيه، كلام الاداره ما بينكم. هو الكلام طبعا بيبقى كله مع اللعيبه الكبيره، بحس ان هم اصحاب اكتر وفي تعامل اكبر يعني. احنا في الاول وفي الاخر بنتمنى له يرجع ان شاء الله الملاعب بالسلامه باذن الله ويكسر الدنيا زي ما كان باذن الله يعني. لكن الكواليس كلها طبعا كانت مع اللعيبه الكبيره، لكن هو طبعا انت بتشوفه كمثال حي قدامك. انت شفت يعني انا ونصير لحقناه وهو في الناشئين مع كابتن علي ماهر وشفنا بقى، فده مثال حي. طبعا في ناس كتير اصلا دلوقتي موجوده كانت من الناشئين معانا وشفناها وعشنا خطوات. خلي بالك ايمن اشرف، الشناوي، سعد سمير، ناصر، يعني بيكهام، محمد هاني، ناصر ماهر، الشناوي نفسه، فكل الناس دي كانت مكاننا كده في يوم من الايام في الناشئين، وشفناهم خطوه بخطوه هم بيطلعوا ويبقوا نجوم، وباذن الله ربنا يوفقهم كلهم لعيبه المنتخب الاولمبي باذن الله في طوكيو ويعملوا حاجه كبيره باذن الله. اخيرا بقى امنياتك مع النادي الاهلي يا مونا؟ امنياتي مع النادي الاهلي ان احقق اكبر عدد من البطولات باذن الله، وفي يوم من الايام كده ربنا يكرمني واكون عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي واحقق بطوله افريقيا باذن الله مع النادي الاهلي ان شاء الله. نصير انا امنياتي ان خطوه خطوه يعني، أنا الاول نلعب مباريات رسميه الناس تعرفني اكتر، ان شاء الله الخطوه اللي بعدها ان انا احقق بطولات، يعني الطموح ملوش سلم، انا يعني عايز احقق اكبر انجاز وانا بلعب مع النادي الاهلي. حابب بس اشكر والدي ووالدتي واخواتي واصحابي، وبدأ صاحبي الله يرحمه اللي كان بيجي دايما معايا النادي وبيساندني، عادل من شاوي نصر ربنا يرحمه ان شاء الله، ده اللي كان بيوداك الاختبارات، ده اللي كان بيبقى دايما معايا وواقف معايا، فقدته السنه دي فان شاء الله ربنا يرحمه. دور الوالد والوالده يا مانو؟ طبعا دور الوالد والوالده بعد ربنا. مهما اتكلم والدتي ووالدي ما اقدرش اعوضهم عن اي شيء من اللي هم قدموه لي، وقفوا جنبي في كل شيء بصراحه، سواء والدي او والدتي، بعدهم يجي بقى اولاد عمي وخلاني طبعا واصحابي، كلهم بصراحه كانوا بمثابه الدرع ليا، بيشيلوا عني حاجات كتير، يساعدوني في حاجات كتير،
فانا هنا بشكرهم يعني. وانا مهما اتكلم ومهما اقول ما اقدرش بصراحه او فيكم ربع اللي انتوا عملتوه معايا سواء والدي ووالدتي او صحابي، فانا بشكركم طبعا. وانا بشكرك يا مانو وبشكرك يا نصير، وان شاء الله بتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله الفتره اللي جايه كده نشوفكم في الفريق الاول، او حتى لو ما طلعتوش في الفريق الاول الفتره اللي جايه نشوفكم في اعارات ان شاء الله تكسروا الدنيا زي زمايلكم الاعارات الداخليه والخارجيه وترجعوا بيتكم تاني مره النادي الاهلي، خاصه انكم يعني ما شاء الله خامات مبشره جدا. باذن الله. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، بشكر ضيوف النهارده عبد الرحمن مانو ومحمد نصير، نشوف حضراتكم الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من الاشبال.